السلام عليكم ورحمة الله أحبتي طلبة المرحلة الرابعة. عندنا كان أكو موضوع اللي هو بالسيبج عند هيدروليك ستراكشرز، هذه اللي كانت بالمحاضرات الأولى، يمكن الثالثة أعتقد، أو أي الثالثة أتصور كانت. كسؤال إكزامبل على أساس أنه نسوي بي فيديو، لكن يعني ما سويت بي فيديو، توقعت انه تكون الاوكي الامور، بس يبدو انه يحتاج انه اشرحه، فاتس اوكي يعني نبلش بالشرح مالته. فهذا الاكزامبل اللي نسال عليه انه هل هو داخل، هل ما داخل، هل هذا ترك، هل يعني شنو ينعرف؟ لا هذا مو ترك، هذا داخل بالماده والمنهج مالتنا. ومن الأسئلة اللي يعني أيضا لا تقل أهمية، يعني ما نقول مهم كلش ولا نقول قليل أهمية، يعني عالي الأهمية، نقول إنه من ضمن المنهج المطلوب. فهذا الإكزامبل اللي راح أشرح لكم بالتفاصيل مالته وشنو المطلوب من عنده وشنو الأشياء اللي أنت لازم تسويها. فالإكزامبل given، هذه الـ given information من طينة، الـ Q تساوي 1980 متر مكعب بالثانية، الـ width of water bay الـ B capital B اللي هو البعد العمودي على الشاشة، هذا البعد العمودي 85 متر، الـ upstream high flood level، flood level هذا اللي هو يعني المنسوب الفيضاني، يسموه منسوب الفيضاني اللي هو أعلى ما يمكن، high flood level 63.2 متر. هاي طبعا الأرقام هي فوق مستوى سطح البحر، يعني بطريقة يعني بطريقة يعني أقول طريقتين، يا إما نكتبها بالطريقة المباشرة مثلا مترتين 4 متر و5، أو نكتبها بالطريقة اللي تكون فوق مستوى سطح البحر. هاي أنتوا يعني أيضا المفروض شايفيها من مرحلة الثاني، الصف الثاني، هذا الفلويد ميكانيكس طبعا، هذا الموضوع يعني له علاقة بالأوبن شانل فلو. وأنا إن شاء الله يعني وراها أسوي محاضرة صغيرة، يعني فيديو صغير يعني في 15 دقيقة أو 10 دقائق، بس نمر مرور الكرام على المعادلات الأساسية للأوبن شانل وفرود نمبر وشنو علاقته بالقفزة وشنو الرينورد نمبر، وين يستخدم ذني، وشنو الفرق بيناتهم، والأساس العلمي مالتهم شنو حسب ما سألني أحد الطلبة. مشكورة يعني جدا للأسئلة طبعا وللتفاعل، أي واحد يسألني يتفاعل، أنا أهيئ الأجوبة تكون مكتوبة أو تكون عن طريق فيديو مثلا أنشره حسب السؤال. المهم فعندنا هذا الـ upstream والـ downstream، الـ high flood level 63.2 و61.7، الـ pond level شنو هذا الـ pond level 60.6، هذا الـ pond level هو اللي يمثل لك المنسوب الستاتيك يعني ليفل، يعني المنسوب الستاتيك يعني المستقر، يعني مو المتحرك، اي منسوب الماء الستاتيكي في حاله غلق الجيتس، في حاله انه عندك كل الجيتس اللي هن يعني بالعربي البوابات، في حاله غلق كل البوابات تكون عندك هذا المنسوب مال المي 60.6، فهذا يسموه البوند ليفل. في حالة أنه أسوأ حالة يمثل لك هذا البوند ليفل، أنه شنو مسدودة كل البوابات. هسه واحد يقول لي ليش خوب هاي أسوأ حالة الأبستريم؟ لا هاي مو الأسوأ، لأن هاي الفلود ليفل أنت عندك السبيلوي يصرف لك موجات فيضانية، وعندك شنو بعد البوابات كلها تنفتح، فهذا مو أسوأ حالة. الأسوأ هو البوند ليفل، يعني يكون هو اللي ستاتيك، هذا دائما اللي متواجد في حالة انه عندنا البوابات مغلقة. هذا كشرح للمصطلحات وشون تتعامل وياها وشون تفهمها انت تريد تحل وتفهم. السيف اكزيت جريدينت، سيف اكزيت جريدينت العفو 1/6، هذا اللي هو يعني اكزيت جريدينت الانحدار الهيدروليك الخارجي، او ما أعرف بالعربي شلون يفسروه، بس هو exit gradient يعني التدرج الخارجي للمياه، شلون تسميها الهيدروليكية. المهم فهو هذا السيف exit gradient، يعني لما أنت منشأ مالتك محمي هيدروليكيا، يعني معناها يعني ما يكون ب
بامبينج، ما يكون بي ابليفت بريشر، فلازم يكون عندك السيف اكزيت جريدينت 1 على 6 لازم اقل يطلع، اللي راح تحسبه الاكزيت جريدينت اللي قانونه اخذناه احنا هسه بالحل اشرح لك عليه. السلت فاكتور واحد اللي هو هذا العلاقه بالاكزيت جريدينت، السلت فاكتور اللي هو اف. والمنشأ هذا مرسوم قدامك 57 هنا متر فوق مستوى سطح البحر، هنا عندك 1.5 الفلور سمك الصبة، يعني سمك الفلور، الفلور ثيكنس هنا الفلور ثيكنس 1. بعدين شوف اكو عندك يعني ديكريزنج، صار جراديوال ديكريزنج بالزيادة تدريجية بالسمك الى نوصل للواحد ونص، ويوصل هذا 51.2 بالعشرة عندنا المنسوب بداية الشيت بايل. تلاحظ هذا السؤال شيت بايلز ما بي يعني ما بي ماكو أطوال، هذه مهمة إنه هذا الشيت بايل ذثن ينذني ما بين أطوال، فشلون راح تتعامل ويا هيك السؤال؟ نشوف اللي إحنا اللي مطلوب شنو على مود نرجع لهذا الموضوع. المسافات عندك 18.1 لحد هنا اللي يبدي الكسرة، بعدين يكسر ينزل المسافة الأفقية 12.9 ويستمر 29 متر. المطلوب calculate the depth of cutoff. depth of cutoff هاي شنو هاي؟ هاي يعني معناها depth of cutoff يعني معناها هذا البايل شيت بايل، يعني ايش قد هذا شيت بايل عمق هذا depth of cutoff. من يقول لك depth of cutoff يعني ايش قد عمق هذا شيت بايل. اوكي نرجع check the floor length. اوكي طول الفلور check طول الفلور، بس نشوف شلون check اللي هو الاكزيت جريدينت، هذا العلاقه بالاكزيت جريدينت فلور لينث. بعدين البرسنتج اوف بريشر ات كي بوينتس، ايش قد عندك برسنتج اوف بريشر يعني معناها شنو هاي؟ هاي استخرج لي الابليفت بريشر، ذا برسنتج اوف بريشر ات كي بوينتس. كي بوينتس يعني معناها بطريقه خوسلو، لان خوسلو عنده كي بوينتس، يجي خوسلو هالشكل يشتغل. طبعا ما راح نشرحها احنا مال خوسلو، لان خوسلو شرحناه بفيديو مفصل ومثال كامل على شلون نستخرج القوى اللي اللي هي يعني هنا هذا البايل شيت بايل يقسمه الى ثلاث نقاط، نقطه هنا ونقطه داخليه ونقطه بالنهايه، وهذا نفس الحاله بي ثلاث نقاط. هاي احنا ما راح نخوض بها لان احنا ماخذيها بالفيديو السابق، تقدر ترجع للفيديو السابق وتشوف شلون يحلون. بلوت ارسم الهايدروليك جريدينت فور بوند ليفل، فور بوند ليفل لاحظ المن مو للفلود ليفل، للبوند ليفل اب ستريم وذ نو ووتر داون ستريم. معناها ارسم لي الهايدروليك جريدينت للبوند ليفل اب ستريم بدون الداون ستريم، ماشي بدون مي بالداون ستريم، يعني موجود داون ستريم لكن بدون مي. الحل بالبدايه انت تحتاج شنو؟ انه ديبث اوف سكور، شوف هذا قبل لا نبدش بالحال يريد الديبث اوف سكور اللي هو هذا العمق يعني مال الشيت فايل. لازم ترجع لمن؟ للقوانين، هاي القوانين اذكرك بيها بس السلايد عندي 35 اعتقد هو عم يمك 35 اي نعم يقرا 35. هذه الكت اوف ديبث الار اللي هو 1.35 في كيو تربيع على اف، والاف هو 1.76 على جذر دي ام ام في حاله انه الاف ما ينطي، بس احنا الاف منطينا، يعني شوف الاف ليسي سلت فاكتور، هذا سلت فاكتور، فالاف منطي بالسؤال، والكيو اللي هي شنو الكيو؟ التصريف لكل وحده متر عرض، وال 1.3 هذا موجود كيو اف لازم ينعلمن يستخرج ار، ورا الار من تستخرجه عندك هنا تجي الى هذا الجدول، تعوف هذا الجدول تجي لهنا الهاي كلمة الثلاث أسطر. شو تقول؟ In a navigation structure for the design of the sheet pile, maximum score depth is usually taken as 1.25 R. هنا تجي تقول maximum score depth بال upstream يساوي 1.25 في R. ال R اللي استخرجتها من هذا القانون تضربها في 1.25. هاي 1.25. هاي لل upstream. تجي بال downstream تضرب ال R في 1.5. شوف خليت لك إياها بالأحمر عن هنا. خليتها بالأحمر على مود. تعرف هذه التايب اوف ريجيت سوكا يعني هذا ماكسيموم سكور ديبث، لكن احنا بالحل ناخذ هالشكل، يعني هاي الطريقه هي مال الحل عندنا. هسه هذه شنو فائدتها بالدراسات العليا؟ ان شاء الله احتمال اكو فقره خاصه بها
وتعالج لك اياها. اما احنا هسه بخصوص دراستنا الاوليه نعتمد على هالرقمين. اوكي، بعد شنو وراها؟ هاي القوانين اللي هي شوف هاي لها علاقه بال تيب فاكتور. اوكي، هسه نرجع للسؤال مالتنا، نرجع للسؤال مالتنا اللي يقول هذا هنا. فالكيو لازم شنو؟ لان هذا عندي القانون الديبث اوف سكور ار تساوي 1.35 كيو تربيع على اف. شوف الاف سيلت فاكتور، هاي اللي قلت لك عليه هذا واحد، هذا الاف سيلت فاكتور اللي هو شنو؟ هذا بالقانون هنا يصير كيو تربيع على اف الكل اس ثلث. فالكيو لازم نقسم على البي، البي وينها؟ هاي البي، هاي البي ويدث اوف ووتر باي، هاي البي 85 متر اللي هو شنو يكون؟ هذا الاتجاه اللي عمودي على الشاشه، اتجاه عمودي على الشاشه هذا البي. يعني لو نريد نرسمه بعد اوضح ان شاء الله هو واضح عندكم، بس يعني للرسم هذا هو البي، فهذا يمثل البي، هذا يمثل البي. هذا البي، شوف هذا اللي هو راح يكون بهالشكل، يعني اذا ترسمه مجسم فالبي هو هذا يقصد بي. فانت من تقسم الكيو اللي هي 1980 على البي يطلع سمول كيو، اللي انا احتاجه وين؟ احتاجه بالقوانين مالتي سمول كيو. قسمت هاي السمول كيو، الاف عندي موجود بالسؤال، فخلص الديبث اوف هذا هو اللي يريده، الديبث اوف كت اوف. اول مره ناخذ الديبث اوف سكور مثل ما وضحت لكم قبل شويه، وبعدين نضرب في الار اللي استخرجناه هنا اللي هو 11 متر، نضربه بالواحد ونص يطلع لنا الداون ستريم سكور، ايش قد عمق الداون ستريم مالتنا، ايش قد الشيت بايل بالداون ستريم اللي هو 11 وفي واحد ونص 16 ونص متر. بالاب ستريم ايش قد نضربه؟ في واحد وربع. ليش هذا الواحد ونص؟ ليش هذا واحد وربع؟ لانه بالداون ستريم دائما اللي يكون عندنا المشاكل او يكون عندنا يعني السكورينج اعلى، ويكون عندنا الابليفت بريشر اعلى من الابستريم دائما. هاي يعني منطقيه الموضوع انه انت يجيك المي هالشكل، فهنا المي جاي وين؟ هنا التاثيرات هاي كلها انصبت بهالمنطقه هاي، فاكيد هنا راح تكون القوه اكثر. هاي موضوع يعني منطقي ما يحتاج له انه انت ترجع للادبيات او تفتهم كلش عميق، بس انه تركز بيد ومخمخه تفهمها. اوكي، فعندنا هنا الماكسيمم ووتر ليفل ات داون ستريم. هسه نجعل ماكسيمم ووتر ليفل ات داون ستريم، منطيني 61.7 بالسؤال، ومنطيني بالاب ستريم 63.2. على مود استخرج البوتوم ليفل لهم، يعني انا عرفت هسه 16.5 الداون ستريم سكور مالتي اللي هو الديبث اوف كت اوف، هذه استخرجتها، بس اريد اعرف بال يعني بال الليفل مالتها ايش قد، فلازم اجري هاي العمليه الحسابيه. اجي على الداون ستريم 61.7 والاب ستريم 63، هنا اخذ الفلود ليفل. شوف اخذت الفلود ليفل 63.2 و61.7، ليش؟ لانه هو الفلود ليفل يعني اقصى ما يمكن على مود تتعامل ويا الكت اوف. ديبث تروح على مو البوند ليفل، البوند ليفل غير شكل حسابه. البوند ليفل، البوند ليفل لما هو بالسؤال هنا رايد من عندي الفلود هيدروليك جراديانت، اخذ البلوند البوند لو هو قال فور بوند ليفل، فاحسب البرسنتج اوف بريشر وذني كلهن على البوند ليفل. الماكسيمم ووتر ليفل هنا البيت داون ستريم 61، فاللي بيت داون ستريم 61.7 تنقصه من شنو؟ تنقصه من ال 16.5، نستخرج 45.2 هذا البوتوم ليفل، يعني منسوب القاع للكت اوف ديبث، يعني هنا هذا المنسوب هنا بالضبط، هذا المنسوب استخرجنا هذا المنسوب، هنا عندك منسوب نقصه من الكت اوف ديبث يستخرج لك المنسوب بالبوتوم ليفل. نفس الشيء تسوي للاب ستريم، همين الاب ستريم 63.2 نقصه من 49، عفوا انا شنت يعني المفروض هنا اشر صح، لانه هو المره البوتوم، هذا البوتوم ليفل اوف كت اوف ديب 61 ناقص 16، يعني هذا هنا هذا البوتوم مال داون ستريم، وهنا مال اب ستريم 63 يساوي تقريبا 49.5 اللي هو هنا.
الموضوع السكور حطيت لكم العفو، خليت يعني هاي يعني وضعت هذه الصورة على مود أنت يصير عندك معلومة عن السكور ديبث. هذه الصورة، هاي السكور ديبث هنا الهورس شو اند ويك فيرتكس اراوند سيلند. المهم احنا يعني هذا اللي هو شنو يمثل لنا السكور هول. شوف هذا السكور هول، فهنا عندك البايب، شوف شو يصير، يصير السكور باو هذه هاي تجي من هنا يبدي ينزل سكور، يسوي يبدي يحفظ. فهاي للي يعني بس يسمع بالسكور وما شايفه يعني بالصوره شلون وين السكور شلون يصير السكور، فخليت لكم هاي الصوره تبين لكم انه هنا عندنا بايل وهنا يجي المي يبدي يسوي سكور. هاي الحفره شلون السويره احنا نسميها بال يعني للي يعني بالمصطلح الدارج، مثل واحد يقول هذا غرق بسويره او اخذته الفره او اخذته الخوره، هيك هاي مصطلحاتنا العاميه. فهي هذه الدائره اللي تمثل السكور هول اللي حول الشيت بايل. هاي بس لل يعني انه خاف احد يسمع ما يدي يتخيل شنو الموضوع، احنا وين بدنا نحكي، شنو هذا السكور. اي نعم هذه عندنا وصلنا لها، اخر شيء شرحناه. وصلنا الى التشيك ذا فلور لينكث، نبدا بالاكزيت جريدينت. هاي الاكزيت جريدينت، الاكزيت جريدينت السيف اكزيت جريدينت 1 على 6 هاي منطيني اياها هو بالسؤال. الماكسيمم ستاتيك هيد ات بوند ليفل 60 و6 هاي اللي هي الماكسيمم، هاي تمثل البوند ليفل يعني ماكسيمم ستاتيك هيد. هاي ترجمت معناها البوند ليفل شنو يعني ماكسيمم ستاتيك هيد at pond level يعني all gates closed and no water at downstream. يعني شرحتها يعني بالسؤال. قانون الاكزيت جريدينت هذا موجود، منطيكم اياه القانون هذا موجود، خلي اشوف لكم اياه القانون اللي هو بعد الخوسلو. هاي ورا خوسلو اكو هنا مجموعه قوانين ورا خوسلو، هذا سيف اكزيت، هذا اكزيت جريدينت اللي هو هذا جي اي اتش على دي 1 على باي جذر الفا. سيف اكزيت جريدينت 1 على اف، الاف فاكتور اوف سيفتي يساوي 1 4 على سيف اكزيت جريدينت. هذا اصلا موجود عندنا احنا، هذا شوف السيف اكزيت جريدينت هو 1 على 4. هاي قلت لكم احنا نعطيكم اياها بالسؤال، وفعلا احنا انطينا السيف اكزيت جريدينت. فانت تيجي تحسب الجي اي وتقارنه ويا السيف، لازم اللي تحسبه اقل من هذا اوكي، يعني انت بالسيف سايد يعني المنشأة مالتك امين. نرجع للسؤال، هذه عندنا جي اي اتش على دي 1 على باي جذر جاما الاتش اللي هو شنو الاتش اللي هو الاب ستريم ناقص الداون ستريم. فعندنا الاتش 60 و6 ناقص 52 و7. شوف هاي شلون حسبت 60 و6، هاي 60 و6 ناقص 52 و7. شنو 52 و7؟ ماكو هنا 52 و7 باو، شلون حسبت؟ انتبه انت عندك الاتش هو الاب ستريم ناقص الداون ستريم، يعني منها هاي اللي هي الزرقاء احنا ما خلينا عليها لان عندنا اللود ليفل وعندنا البوند ليفل. فبالبوند ليفل 60 و6 نتنقصها من المنسوب اللي هنا يكون فوق، مو المنسوب اللي هو هنا على مود هذا يطلع بالضبط الهيد. فتنقصه من 51 و2 زائد 1 و7 يصير 52، العفو 51 و2 زائد 1 ونص يصير 52 و7. فهذا المنسوب هنا 52 و7، ف60 و6 ناقص 52 و7 يصير الهيد اللي هو الاتش. اوكي هسه هذه نرجع لها، الاتش هذا الدي اللي هو 52 و7 ناقص 45 و2 7 ونص. همين نشوف ال 45 و2 وينها، 45 و2 هاي ال 45 و2 هاي شوف داون ستريم 45 و2 اللي هي اقل شيء بالكت اوف ديبث، فنقصها على مود شنو 52 52 و7 هاي نرجع هنا 52 و7 فوق، هاي فوق اعلى شيء ناقص اللي هو هنا تكون اللي هو شنو هاي هاي الكت اوف ديبت اللي استخرجناها اللي هي 45 و2 52 و7 اللي هو فوق ناقص
45 و2 نستخرج طول هذا الشيت باير. طبعا الطول ويا السمك هذا دائما احنا السمك ويا الشيت باير يدخل. فاستخرجنا الطول الشيت باير اللي هي دي اللي هي هاي ذكركم عليها بالأمثلة اللي راحت. يا هي دي هاي مثلا عندنا دي اللي تليها 3 أمتار مثلا. بعد عندنا مثلا هاي دي هنا 3 هاي دي هنا 2 هاي السمول دي. فالسمول دي هنا شلون احنا نحسبها؟ السمول دي اللي هي هاي بس البايل هذا شلون نحسبه؟ ناقص منسوب العتبة الفوق ناقص البوتوم ليفل اوف شيت بايل. نستخرج طول البايل كلية اللي هو سمول دي اللي هو سمول دي هذا. زين عندك البي شنو البي؟ البي اللي هو المسافة بين الشيت بايل الأول والثاني المسافة بين الشيت بايلين ذني. هذا الشيت بايل وهذا الشيت بايل احسب هاي المسافات الثلاثتين 18 و1 و12 و9 يصير 12 18 20 30 31 31 و29 يصير 60 31 29 60 متر. فهذا المسافة بين هذا البايل وهذا البايل 60. هذه نسميها احنا البي سمول بي هي المسافة بين البايلين. سمول دي هي طول البايل افتهمنا شلون حسبناها. الالفا البي على دي هاي الالفا البي على دي. الجاما قانون 1+ جذر الاخري فهذا قانونه تجي تخلص المساله مالتك هنا جي اي تسوي الحسابات 1/6 و35 اوكي اقل من 1/6 سيف. الان خلصت من هذا موضوع اللي هو البرسنتج العفو التشيك اوف فلو لينث. اذا الفلو لينث اوكي بعدين شو تريد؟ ال percentage of pressure at key points هاي خاص له تجي على ال uplift pressure upstream sheet pile. عندك sheet pile بال upstream ال B وال D أهم شيء ذني على مود تقدر تروح له للsheet له للcalculation. ال B وال D معروفات اللي هو بال upstream الواحد على ألفا هذا تحتاجه تسوي القانون مالته وتكمل. اللي نسويها بهاي هاي عندنا الابستريم شيت بايل البي والدي نعلم. بعدين من خاص لو كيرف تروح للتشارت هاي علمتكم عليها ما راح اقعد اشرحها مره ثانيه موجوده بالمثال السابق شرحتها كلش واضحه. 1/α.12 تلقى الفاي اي الفاي دي الفاي سي 1 الفاي دي 1 الى ان بعدين تخلص تسوي الكوركشن. الكوركشن هذا سالوني اكو سؤال اليوم يعني شفته الكوركشن حتى لو ما اقول لكم تسوي كوركشن هيك امثله ما تحتاج اقول لك سوي كوركشن انت تعرف لازم تسوي كوركشن فور ميوتشال انترفيس بتوين شيت بايلز. هذا اللي هو افكت بايل 2/1 بعدين افكت بايل 1/2 كلها مشروحه طبعا بفيديو مفصل بهذا الموضوع. هنا الكوركشن اوف ثيكنس همين تسوي والكوركشن اوف فلو سلوب ما عندنا صفر. ليش ما عندنا؟ لان البايل ما صاير بنهايته او بدايته هم شرحناها فما عندنا correction for slope. فخلصنا هنا الـ upstream اللي هو الـ H 7 و9 نضرب الـ H في النسبة نستخرج نسبة هاي النسبة اللي استخرجناها نضربها في 7 و9 بالعشرة تطلع 65. إذن اللي دروب بالهيد اللي 65 تتنقص من الـ 7 و9 الـ H هذا الـ H اللي هو الهيد اللي هو 60 و6 ناقص 52 و7 تنقصه من منو؟ تنقصه من ال 65 فنستخرج 2/24 هذا الدروب بالهيد جراوند ليفل. ايش قد الدروب هو 2/24. الداون ستريم شيت بايل نفس الاسلوب اللي استخدمناه. شلون انت عندك بالاب ستريم بالداون ستريم هم سوينا الدي استخرجناه نفس الطريقه والبي والدي وبعدين رحنا الخوستو كيرف وبعدين سوينا هنا سوينا كوركشن فور ميوتشال انترفيس وكوركشن للثيكنس والسلوب صفر. فاستخرجنا البرشر يعني هنا الفا الابساي 29 و59% تنضرب في الهيد نستخرج 2/34 هذا الدروب. فالعفو هذا 2/34 اللي هو يمثل لي الابليفت برشر. فالدروب الهيد ناقص الابليفت بريشر 7 و9 ناقص 2 34 5 و56. هسه شنو نرسم الرسم؟ هو
عندنا هذه ال 22 وعندنا هاي ال 55، هاي شفناها، هاي ال 55 بال داون سترين هنا، وعندنا ال 22 بالاب ستريم، ترسمها هالشكل وتخلي هيك هاي مالتك الاسهم. وان شاء الله يا ربي تعذرونا انه انا ما شرحت بوقتها، توقعت انه هو هذا يعني مفهوم، بس يبدو انه لازم نخصص له فيديو. فهذا تكمله للمواضيع السابقه، ان شاء الله عندنا فيديو قادم يكون نهايه الفصل الاول، لانه بعد الوقت خلاص نشرح لكم على الستيلينج بيسن، على الاحواض التهدئه. فاذا تريد تقراها من هسه اوكي، من بعد يومين يعني حينزل الفيديو ان شاء الله، لو باكر لو عقب احتمال الليله حسب وقتي. فتقرا على ستيلينج بيسن احواض التهدئه وتشوفها، وشوف شلون يصممون احواض التهدئه، وهي لها علاقه طبعا بالقفزه الهيدروليكيه. يعني القفزه الهيدروليكيه تكون بعد يعني هو القفزه نتيجه قفزه يسوون حوض تهدئه، يعني يهدئون القفزه ويقللون من طولها ويقللون من تاثيرها. وشكرا جزيلا.